السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ومرحبا بكم معنا في ريفيو جديد على كاميرا جديده. الكاميرا اللي غنتكلموا عليها اليوم مختلفه بزاف، واحد لاكام اللي طالع بزاف، ماشي اي واحد يقدر يخدم بها. مع البي جي ديالها الصراحه غالي. هذه الكاميرا مصنوعه غير للمحترفين، الناس اللي كيصوروا سبور، الناس اللي كيصوروا الحياه البريه، الناس اللي كيصوروا اي حاجه فيها الصوره. هاد الكاميرا خدات سباق ديال السيارات، بزاف ديال الحوايج هما اللي يقدروا ياخذوا هاد الكاميرا. حقاش غي انفيستيو فيها الفلوس بزاف. اي البواتي ديالها دايره تقريبا 65,000 درهم، 65,000 درهم ماشي واحد الثمن اللي عادي بان اي واحد ياخذها. هاد الكاميرا موجهه للمحترفين في الدومين، محترفين بزاف. باش كتكون عرفتوها، الكاميرا اللي معنا اليوم هي نيكون دي 5، كيف ما كتشوفوا نيكون دي 5. الكاميرا اللي زوينه بزاف، لا من ناحيه الديزاين ديالها لا من ناحيه الصح، كاميرا صحيحه كتقاوم جميع الظروف الجويه، برد حتى ثلج، اي ظروف الجويه كتقاومه لي. في الايزو، ايزو فيها طالع بزاف، وخا طلع الايزو ما كيبانوش لي كاين نويز. مع راكم كعارفين كل ما كانت الكاميرا غاليه بزاف كيهبط، كل ما طلعتي الايزو كتاخذ واحد النويز اللي بسيط بزاف ولا ما كاينش كاع. كيمكن لك تخدم بايزو طالع. الكاميرا كتصور لينا 12 اطار في الثانيه، حاجه ماشي سهله، في 20.8 ميجا بيكسل. والصراحه كاميرا من ناحيه الناس اللي كيديروا هادشي خدامه عليهم مزيان. الكاميرا كتحتوي على 153 بون فوكيس، في فوكيس كي ديتكتي مزيان، كيتباع ما يزكلكش فوكيس زياده، واعر بزاف. صناع السبور ضروري يخرجوا ليها شي فوكيس اللي يكون خطير بزاف، ورا الفوكيس في نيكون دي 5 واعر بزاف. من غير الدي 6 اللي خرجت مؤخرا، اللي هي الفوكيس ديالها طالع على نيكون دي 5. كاميرا واعر بزاف. بالنسبه لهاد الباك كاين فيه فلاش، كاين فيه كاميرا بواتي. هاد الباك كاين فيه نيكون 18، كاين فيه نيكون 105 2.8، كاين 24-70. هاد لوبجيكتيف اللي تا هو خطير بزاف. هاد الباك تقريبا ب 100,000 درهم. كاميرا الصراحه ماشي سهله باش اي واحد يخدم بها، على مصنوعه غير الناس اللي تيدخلوا العاقه ديال الكاميرا. كتصور في لا فيديو في الكاتكا، دارت الكاتكا، ولكن نيكون ما كانتش دايره في الفتره اللي خرجت فيها نيكون دي 5، ما كانتش دايره المعتمد على لا فيديو في السيني اف بي اس. كتصور حتى 30 دقيقه، ولكن في لاكاتكا كتعطيك 3 دقائق باش انك تاخذ كاميرا انفيستي فيها الفلوس كامله، وفي الاخر تصور لك في لا فيديو في كاتكا 3 دقائق، حاجه اللي بيزار الصراحه. هاد الكاميرا كيف ما قال هما راكم عارفين موجينين الناس ديال السبور، موجيناش لا فيديو على داروا فيها لي زوبسيون ديال الفوتو طالعين بزاف. وصراحه الناس اللي ياخذوا الكاميرا يفكروا في الاول يشوفوا واش قادين على هاد البيجي، حقاش كاميرا السبور راه واعره بزاف. ما باش تخدم بها الفيديو ما كنصحكمش تخدموا بها الفيديو، حقاش نيكون دي 5 مصنوعه للفوتو. باش انفيستيك فلوس كامله وتاخذ كاميرا بهاد المواصفات في لا فيديو ما ننصحكم، مي في الفوتو في لي زوبسيون اللي فيها العيبات راه واعره بزاف، وما تلقاو شي كاميرا بحال السبور. وهكذا كيكون الفيديو ديالنا سهلا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من في هاد لا فيديو. حاولنا نقربكم نيكون دي 5 اكثر، وباقي نهضر لكم على التفاصيل داكشي اللي في الداخل.